بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدًا. أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً، وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والمؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار، وبين أولياء الله وأعداء الله. فمن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أولياء الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا الالتباس موجودا، إلا أنه لا بد من بيان الحق عند الالتباس. لا يسع العالم أن يسكت، بل لا بد له أن يبين الحق للناس، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالشيخ رحمه الله قام بهذه المهمة العظيمة إلى جانب مهمات عظيمة قام بها رحمه الله في وقته من نصرة الحق وبيانه توضيحه والرد على الباطل وكشفه، حتى لا يبقى الأمر ملتبسا على الناس. ومن ذلك هذه المسألة، مسألة أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لا بد أن هناك فريقين من الناس، مؤمنون وكفار. فالمؤمنون هم أولياء الله أولياء الرحمن، والكفار هم أولياء الشيطان. لكن الخرافيون في وقته ولا يزالون لا يفرقون بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فيعتبرون الكهان والسحرة ولا المشعوذين يعتبرونهم أولياء لله لما معهم من الخوارق الشيطانية، يعتبرونهم من أولياء الله بحكم ما معهم من الخوارق، ويظنون أنها كرامات، يظنون أن هذه الخوارق التي معهم أنها كرامات، يطيرون في الهواء ويمشون على الماء ويدخلون النار رأي العين، يظن الناس أنهم أولياء لله أن هذه كرامات، في حين أنها خوارق شيطانية، الشياطين هي التي تحملهم وتطير بهم وتتحرك
تعمل لهم الخوارق التي لم يألفها الناس، فيظنون أنهم أولياء لله، وأن هذه الخوارق أنها كرامات، ولا ينظرون إلى أعمالهم. الخوارق وحدها لا تكفي، حتى ينظر إلى عمل الشخص التي تجري على يده، فإن كان عمله صالحا فهي كرامات. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن كانوا مؤمنين متقين فهذه الخوارق كرامات من الله جل وعلا، وليس بلازم أن كل ولي من أولياء الله تجري على يده كرامات، لكن قد تجري وقد تقع. أما إذا كان عمله خبيثا، مضيعا للصلوات، مرتكبا للمحرمات، فإنما يجري على يده خوارق شيطانية وليست كرامات من الله سبحانه وتعالى. فهم لبسوا على الناس في هذا الأمر، وجعلوا أولياء الشيطان أولياء لله بحجة أن معهم خوارق، دون نظر إلى عملهم، دون نظر إلى عملهم وما هم عليه. وهذا لا شك أنه خطير، تضليل، وبهذه الطريقة انحرف كثير من الناس، فعبدوا الأولياء والصالحين أحياء وأمواتا بحجة أنهم أولياء لله وأن لهم خوارق، دون نظر إلى أعمالهم التي كانوا عليها. فالشيخ رحمه الله أراد بهذا الكتاب أن يجلي هذه المسألة، وأن يبين من هم أولياء الله حتى نواليهم، ومن هم أعداء الله حتى نعاديهم، لئلا يلتبس الحق بالباطل. وباب الولاء والبراء، الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله، الناس فيه مختلفون، إلا من هدى الله وصره بالحق. فهناك من يغلو في الولاء والبراء فيخرج بالتكفير على الناس كالخوارج وغيرهم ومن سار على نهجهم، يأخذ الآيات التي فيها البراءة من أعداء الله، وهذا صح وهذا حق، لكن لا ينظر إلى الآيات التي فيها التعامل مع أعداء الله، تعامل معهم. هو هذا الصنف يريد أن يقطع التعامل معهم نهائيا. الله جل وعلا شرع التعامل معهم في أمور الدنيا، أمور لا تمس الدين، فتجرى معهم المعاهدات، ويجرى معهم الصلح، ويعقد لهم الأمان، ويأخذون بموجب ذلك، يأخذون بموجب ذلك عدم الاعتداء عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين بموجب العقود التي تجري بينهم وبين المسلمين. كذلك لا مانع من التعامل معهم بالتجارة والبيع والشراء، لا مانع من الانتفاع بخبراتهم التي يحسنونها، هذا لا مانع، ولا يتنافى هذا مع الولاء والبراء، لا يتنافى مع الولاء والبراء. لكن هؤلاء الصنف ألغوا هذا كله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، من يتولهم أولئك هم الظالمون. ففرق سبحانه وتعالى بين أصناف الكفار. وكذلك الوالدان إذا كان على الكفر فإن الله أوجب على الولد برهما مع عدم متابعتهما على دينهما. وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. صاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي، فهذا الاتباع يكون للمؤمنين. وأما البر بهما والإحسان إليهما ف
هذا واجب، واجب على الولد المسلم لوالديه الكافرين، هذا من التعامل مع الكفار. بينما فريق آخر على النقيض، على النقيض من ذلك تماما، يموعون الولاء والبراء ويقولون تجب المحبة لكل إنسان، وديننا دين التسامح، دين المحبة، ودين التآلف بين البشرية. فهؤلاء على النقيض من الصنف الأول، يميعون الولاء والبراء ويقولون لا ولا ولا براء بين الإنسانية، إنسانية إنسان، حقوق الإنسان كما يقولون إلى غير ذلك. فهم على النقيض من الصنف الأول، أولئك غلوا وهؤلاء تساهلوا، حتى إنهم يحاولون أن يلغوا الولاء والبراء من كتب التوحيد والمقررات الدراسية، ويحاولون إلغاء الجهاد من كتب من المقررات الدراسية، كما لا يخفاكم، كما لا يخفاكم أنهم يتكلمون في هذه الأمور ويهونون من شأنها، ويستدلون بسماحة الإسلام. والإسلام لا شك سمح، ولكن السماحة لها حدود، ليست سماحة مطلقة، سماحة لها حدود وفي مواضعها، تستعمل في مواضعها، لها حدود وضوابط شرعية ليست مطلقة. هذا الصنف. صنف ثالث وهم الخرافيون، وهم الذين عناهم شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب. الخرافيون كما قلت لكم، الذين جعلوا كل من معه خارق للعادة فإنه ولي لله دون نظر إلى عمله وما هو عليه، وكل من معه خارق ولو كان سحرا ولو كان كهانا ولو كان تنجيما ولو كان، يعتبرونه ولي لله ولا ينظرون إلى عمله وتقواه، ويستدلون أو ينظرون في الآيات التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب كما يأتي إن شاء الله، ما ينظرون إلى هذا. وصنف رابع يجعلون الولاء والبراء للجماعات والفرق، فلا يوالون إلا فرقتهم وجماعتهم، ويعادون من سواها، يجعلون الولاء والبراء للفرق، فمن وافقهم على مذهبهم وفكرهم فهو وليهم وأخوهم، ومن خالفهم فهو عدوهم. وهذا موجود، هذا موجود بلا شك. فهذه أربع فرق كلها ضلت في هذا الباب. أما الفرقة الخامسة وهم أهل السنة والجماعة الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، فهم الذين أخذوا بالكتاب كله، فجمعوا بين الآيات ونظروا صفات الأولياء، أولياء الله، وصفات أولياء الشيطان، وهذا ما يدور عليه هذا الكتاب، يدور على هذا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هو كتاب قيم، والناس والحاجة إليه ماسة، لأجل إزالة هذا اللبس الذي التبس الولاء والبراء فيه عند الناس، بين غال وجاف، وبين منكر له نهائيا. كما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداته، ليس عندهم من العلم شيء، وإنما يتبعون أهواءهم ويتبعون آباءهم وأجدادهم، فأنزل الله عليه القرآن والسنة، وهدى الله به، هدى الله به من شاء له الهداية ممن يستحق الهداية، وأضل الله من أعمى الله بصيرته وطمس على قلبه فلم يقبل هذا الحق. فتميز أولياء الله من أعداء الله ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أنزل الله عليه من الكتاب والسنة بين من هم أولياء الله الذين نحبهم ونقتدي بهم، ومن هم أعداء الله الذين نبغضهم ونتجنب طريقتهم، وبين لنا التعامل معهم، كيف نتعامل معهم. نعم، هذا هو ما يدور عليه هذا الكتاب. نعم.
وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء. نعم، هذا موجود في القرآن، وسيذكر لكم آيات فيها أولياء الله وفيها أولياء الشيطان. فالله جل وعلا فرق بين أوليائه وأولياء الشيطان، وذكر صفات هؤلاء وصفات هؤلاء، فتنبهوا لها. نعم، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. نعم، هاتان الآيتان فيهما بيان أولياء الله وصفاتهم وما يحوزون عليه من الكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. ألا إن أولياء الله، ألا أداة تنبيه، ألا أداة تنبيه، إن أولياء الله تأكيد، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إثبات لولايتهم، إثبات لولايتهم ونفي للخوف والحزن عنهم. لا خوف عليهم بالمستقبل، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا، لا يحزنون على ما فاتهم ولا يخافون مما أمامهم. ثم قال جل وعلا: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ذكر أن أولياء الله من هم؟ الذين آمنوا. إذن الكافر ليس وليا لله. الذين آمنوا، إذن الكافر ليس وليا لله. وكانوا يتقون، إذن الذي لا يتقي الله ليس وليا لله. يتقون محارمه، يتقون محارمه ويتقون عذابه، يتقون محارمه فيجتنبونها، ويتقون عذابه فيعملون الأعمال التي تقيهم من العذاب. هؤلاء هم أولياء الله. إذن الذي لا يتقي الله ليس من أولياء الله. الذي يترك الصلاة ويزني ويشرب الخمر ويعمل الفواحش ليس من أولياء الله، ليس من أولياء الله. إما أنه ليس من أولياء الله أصلا، أو أنه ليس من أولياء الله الذين لهم الولاية التامة. فإن الناس على ثلاثة أقسام: من يكون وليا لله ولاية خالصة، ولاية خالصة، وهؤلاء هم الرسل وأتباعهم على الحق الذين سلموا من الذنوب والمعاصي، هؤلاء ولايتهم تامة. وهناك من هو عدو لله عداوة تامة، وهو الكافر والمشرك، هؤلاء أولياء الشيطان وأعداء الله عداوة تامة، ليس معها ولاية لله، وإنما هم أولياء الشيطان، ليس معهم ولاية لله أصلا، وهم الكفار والمشركون. وهناك من يجتمع فيه ولاية الله من جانب وولاية الشيطان من جانب، وهو المؤمن العاصي، وهو ولي لله بما معه من الإيمان والتوحيد، وهو ولي للشيطان بما معه من كبائر الذنوب والمعاصي التي دون الشرك والكفر. تجتمع فيه الولاية والعداوة. لا يخرج الناس عن هذه الأقسام الثلاثة. نعم. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه الآية فيها بيان أولياء الله وأولياء الشيطان. فقال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا، الذين آمنوا، فالله ولي المؤمنين، ولي المؤمنين الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات الكفر والشرك والشبهات إلى نور الإيمان ونور العلم والهداية.
فهذه ثمرة ولايتهم لله عز وجل، ثمرة ولايتهم لله أنه يخرجهم من الظلمات. ألاحظوا الظلمات لأنها ليس لها حد، بصيغة الجمع لأنها ليس لها حد، الظلمات كثيرة، إلى النور، النور واحد، ما قال إلى الأنوار، إلى النور، نور واحد، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فصراط الله واحد والسبل كثيرة المخالفة لصراط الله، الظلمات كثيرة والنور واحد، ليهم من الظلمات إلى النور. هؤلاء أولياء الله. من هم أولياء الشيطان؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الكفار الذين كفروا بالله عز وجل أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الطاغوت من الطغيان، مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد. والطواغيت كثيرون، طواغيت كثيرون، لكن كلهم يشملهم اسم الطاغوت، الطاغية الذي خرج عن طاعة الله. فالشيطان طاغوت، وكل الشياطين، شياطين الجن والإنس، كلهم طواغيت، لا حصر للطواغيت، لا حصر للطواغيت، وكل طاغوت له أتباع. أما المؤمنون فمتبوعهم واحد، وهو الله جل وعلا، الله وليهم. شوف، الله ولي الذين آمنوا وحده. والذين كفروا أولياؤهم، لهم أولياء كثيرون من الطواغيت تشعبون بهم والعياذ بالله، أولياؤهم الطاغوت. والطاغوت اسم جنس يدخل فيه كل شيطان من شياطين الإنس وشياطين الجن ودعاة الضلال، يخرجونهم من النور، نور الرسالة والإيمان والهدى، إلى ظلمات الكفر والشرك. وهذا مستمر إلى أن تقوم الساعة، وهذا مستمر. ثم بين سبحانه وتعالى عاقبتهم: أولئك أصحاب النار، أصحابها يعني الملازمين لها الذين لا يتخلصون منها، أصحاب النار. ثم قال: هم فيها خالدون، مصاحبون لها وخالدون فيها، هذه نهايتهم والعياذ بالله. فعرفنا إذن الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. أولياء الله هم المؤمنون، وأولياء الشيطان هم الكفار، هم الكفار. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم. وهذه الآيات من سورة المائدة فيها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم باسم الإيمان، لأن الإيمان يقتضي أنهم يمتثلون أوامر الله ويصغون لندائه. ثم نهاهم: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتولوا اليهود والنصارى، تحبونهم وتناصرونهم وتدافعون عنهم، لا تتخذوا اليهود والنصارى. اليهود هم
الذين نزلت عليهم التوراة، النصارى وهم أمة موسى عليه السلام، والنصارى الذين نزل عليهم الإنجيل وهم أمة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لكنهم انحرفوا عن اتباع موسى وعيسى، ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به، واليهود كفروا بعيسى وبمحمد، والنصارى كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ومن كفر بنبي واحد فإنه كافر بالله وبجميع رسله. إن الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا لا مرية فيه. من كفر بنبي واحد كفر بالجميع وهو كافر بالله الذي أرسل الرسل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، فأبطل إيمانهم برسلهم لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأبطل إيمان اليهود بموسى لما كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام وبمحمد. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إذا كان في هذا في اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب كيف بغيرهم من الوثنيين وعباد الأصنام والملاحدة؟ من باب أولى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتولونهم بالمحبة والمناصرة، بل أبغضوهم لله عز وجل، لأن الله يبغضهم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ثم قال جل وعلا بعضهم أولياء بعض، الكفار بعضهم أولياء بعض، قطع الولاية بينهم وبين المسلمين، بعضهم أولياء بعض. فالكافر ولي الكافر، اليهودي ولي اليهود، والنصراني ولي النصراني، ففرق بينهم وبين المؤمنين. ثم قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه منهم، يكون يهوديا أو يكون نصرانيا إذا تولاهم، إذا تولاهم يكون منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، عقوبة، عقوبة الله، وسمى ذلك ظلما، وأخبر أنه لا يهدي من اتصف به، فمن والى اليهود والنصارى فإنه ظالم، والله لا يهدي القوم الظالمين، عقوبة لهم. وإنما يهدي أهل الإيمان الذين يقبلون الحق، أما من أعرض عن الحق فإن الله يحرمه منه، عقوبة له. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم أخبر عن المنافقين الذين يدعون الإسلام، وما أكثرهم لا كثرهم الله، يدعون الإسلام وهم يوالون اليهود والنصارى. فترى الذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق، يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يتولون اليهود والنصارى، يحطون معهم يد. لو أن اليهود والنصارى انتصروا على المسلمين يكون لهم عندهم يد، فهم يسيئون الظن بالله عز وجل ويظنون أن الله سيخذل المسلمين وينصر أو يرفع اليهود والنصارى، هذا سوء ظن بالله جل وعلا، نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله جل وعلا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ينصر المسلمين، وعسى من الله واجبة، وعد، هذا وعد من الله أنه سينصر المسلمين ويفتح لهم بالنصر أو أمر من عنده جل وعلا ينفذه فيهم في اليهود والنصارى، فيصبح هؤلاء المنافقون مفتضحين، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين العياذ بالله. وقد حصل هذا، فالله فضح المنافقين وخذل اليهود والنصارى وأعز الإسلام والمسلمين، فافتضح المنافقون في مواقف كثيرة، ولا يزال هذا إلى أن تقوم الساعة، ما بقي الإسلام وبقي مسلمون. ثم إن أهل الإيمان يتعجبون من هؤلاء المنافقين، ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله،
الله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، إلى آخر السورة. فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم، فأصبحوا خاسرين، أحبطها النفاق والعياذ بالله، أعمالهم الظاهرة طارت، صارت هباء منثورا لا قيمة لها. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، كما ارتد هؤلاء المنافقون، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا فيه أن الله يحب المؤمنين، وهذا هو الولاية، الولاية هي أن الله يحبهم ويحبونه، يحبون الله والله يحبهم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يلينون للمؤمنين لإخوانهم، يلينون لهم ويرحمونهم ويحمونهم، هذا شأن المؤمنين، كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أقوياء على الكافرين، العزة هي القوة، فهم يلينون للمؤمنين ويشتدون على الكافرين ولا يلينون لهم، يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون الكفار وأعداء الله، يجاهدونهم باللسان ويجاهدونهم باليد ويجاهدونهم بكل أنواع الجهاد، كل أنواع الجهاد يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون لومة لائم، لأن الجهاد هو قوام الدين، ولا يقوم الدين بدون الجهاد في سبيل الله الذي يقمع أولياء الشيطان ويقمع الكفار. ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا الإيمان وهذه القوة في دين الله وهذه الرحمة للمؤمنين وتولي المؤمنين، هذا فضل الله، يوفق الله له من يشاء من عباده ممن يقبل الحق ويريد الحق، أما من أعرض عن الحق فإن الله يحرمه منه، والله واسع عليم، واسع الرحمة، واسع الرزق، واسع الملك، واسع بكل أنواع السعة سبحانه وتعالى، وعليم بكل شيء. فيعلم المؤمن الحقيقي من المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، الله يعلم ما يخفى عليه شيء. ثم قال جل وعلا لما ذكر هؤلاء الذين يتولون اليهود والنصارى وهم يدعون الإسلام، قال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الذين يجب أن تتولوهم هم أولا الله جل وعلا بمحبته وطاعته وخوفه ورجائه وعبادته بجميع أنواع العبادة، ورسوله بطاعته واتباعه ومحبته والتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام. والذين آمنوا هم إخوانكم وهم أولياؤكم وأنتم أولياؤهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذا شأن المؤمنين، بعضهم أولياء بعض، واليهود بعضهم أولياء بعض. إنما وليكم الله ورسوله، يعني لا تتولوا غير الله ورسوله والمؤمنين، لا تتولوا الكفار سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين، لا تتولوا بالمحبة والنصرة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه صفة أولياء الله، صفة أولياء الله أنهم
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ملازمون للصلاة. عبر عن الصلاة بالركوع لأن الركوع هو أعظم أركان وأعظم أركان الصلاة، ويدخل فيه السجود. السجود يسمى ركوع لأنه خضوع لله سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى من الغلبة له. هل الغلبة تكون لأولياء الشيطان وأولياء اليهود والنصارى، أو تكون الغلبة لأولياء الله؟ من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله، سماهم حزبه. إذن الفريق الثاني حزب من؟ حزب الشيطان. من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هم الغالبون، نعم قد يحصل عليهم بعض النكسات، يحصل عليهم بعض المصائب، لكن هذا بسبب من قبلهم. فإذا أصلحوا خللهم أعطاهم الله الغلبة والعاقبة، أعطاهم الله الغلبة والعاقبة، العاقبة للمتقين. بين في هذه الآيات أن أولياء الله هم أهل الإيمان الذين يتولى بعضهم بعضا، وأن أعداء الله هم، أن أولياء الشيطان هم الكفار والمنافقون الذين يتربصون ويترددون بين هؤلاء وهؤلاء، ليسوا مع المؤمنين ولا مع الكفار، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هؤلاء هم أولياء الشيطان. هذا فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. وقال تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. في اليوم الآخر لا يبقى إلا ولاية الله جل وعلا، لا يبقى إلا ولاية الله. هنالك الولاية، الولاية بالفتح معناها المحبة، معناها المحبة. أما الولاية بالكسر فمعناها الإمارة، معناها الإمارة وتولي الأمور. ولاية لله الحق ما يبقى غيرها، وما عداها فإنه يزول ويضمحل. نعم. هو خير ثوابا وخير عقبا. أما من تولى الشياطين فإنه سيجد العاقبة السيئة ويجد العقاب بدل الثواب. نعم. وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى، هذه صفات أولياء الرحمن. نعم. وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا قرأت القرآن، هذه الآيات من سورة النحل. فإذا قرأت القرآن يعني أردت القراءة، مثل إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، تبدأ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأجل أن يعتزلك الشيطان فلا يلبس عليك القراءة، لا يلبس عليك القراءة ويحول بينك وبين التدبر، ويشغلك بالهواجس والأفكار عن كتاب الله عز وجل. فمن آداب تلاوة القرآن أن يستعيذ القارئ قبل أن يبدأ القراءة، سواء من أول السورة أو من وسط السورة، من أجل أن يطرد الشيطان عنه، لأنه يحضر ليلبس على القارئ وليشغله عن التدبر والانتفاع به بالقرآن. فإذا استعاذ بالله أعاذه الله منه وطرده عنه. ثم قال جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هؤلاء أولياء الله الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء يخرجون من ولاية الشيطان إلى ولاية الرحمن سبحانه وتعالى. ليس له سلطان، أي سلطة على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه، حصر السلطان الشيطان على من؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
الشيطان يستولي عليهم ويستحوذ عليهم ويصبحون حزبا له، حزبا للشيطان، بسبب أنهم أطاعوه تولوه وأحبوه وأطاعوه، فصار هو وليهم وصاروا حزبه. فهذه الآيات فيها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أن أولياء الرحمن يتولون الله جل وعلا، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، هذه صفات أولياء الرحمن. وهذه صفات أولياء الشيطان الذين يتولون الشيطان، يكون للشيطان سلطان عليهم، سلطان عليهم، حجة عليهم وقوة عليهم. نعم. وقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. شوف، تبرأوا من الكفار وهم في ديارهم، وطلبوا من الله أن يجعل لهم وليا من المؤمنين. واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. ثم قال جل وعلا: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. هم يتقاتلون، الكفار يقاتلون ويقدمون أنفسهم وأموالهم ويقدمون على الخطر وعلى الموت، نصرة لماذا؟ نصرة للشيطان والعياذ بالله. هذا العجيب. شوف أنهم يستميتون في الدفاع عن كفرهم وعن شرهم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لنصرة دين الله وإعلاء كلمته. هذه من صفات أولياء الرحمن، أنهم يقاتلون في سبيل الله، لا يقاتلون رياء ولا سمعة ولا طمعا في المال ولا طمعا في الملك، وإنما يقاتلون بإعلاء كلمة الله جل وعلا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. قاتلون، قدمون أنفسهم وأموالهم دفاعا عن الشيطان والعياذ بالله. هذا التولي، هذا غاية التولي للشيطان. قاتلون في سبيل الطاغوت، ثم قال جل وعلا: فقاتلوا أولياء الشيطان. هذا فيه وجوب الجهاد مع الاستطاعة، أن المسلمين أولياء الرحمن يقاتلون أولياء الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيده مهما كان فإنه ضعيف إذا قام أهل الإيمان بالجهاد في سبيل الله. قد حصل هذا لما جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجاهد أصحابه من بعده، اندحر الشيطان وحزبه وظهر الإسلام، وسقطت الدول الكفر تحت راية الإسلام، لأنه ضعيف، كيد الشيطان ضعيف، ما نفعتهم قوتهم وهيبتهم والفرس والروم، واندحروا أمام جند الله عز وجل. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم. فهذه الآية فيها بيان أن من صفات أولياء الرحمن أنهم يقاتلون في سبيل الله، وأن من صفات أولياء الشيطان أنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت. نعم. وقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لما خلق الله آدم عليه السلام خلقه بيده، خلق الله آدم بيده، خلقه من طين، خلقه من طين، وهذا تكرمة لآدم أن الله خلقه بيده. ثم علمه أسماء كل شيء، فظهر على الملائكة بالعلم، ظهر عليهم بالعلم. ثم أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود إكرام، لا سجود عبادة،
سجود إكرام وتحية لآدم وهو عبادة لله جل وعلا، عبادة لله بامتثال أمره، وهو إكرام لآدم. الملائكة لم يترددوا، أولياء الله لم يترددوا، بل سجدوا أطاعوا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو غاية العبادة لله عز وجل. سجدوا إلا إبليس، إلا إبليس هو رأس الشياطين. استثناؤه من الملائكة، هل هو من جنسهم؟ يكون الاستثناء متصلا، كان من جنس الملائكة ثم لما أبى السجود واستكبر خذله الله عز وجل ولعنه وطرده، أو هو من غير جنس الملائكة ويكون الاستثناء منقطعا بمعنى لكن. الراجح والله أعلم أنه من غير جنس الملائكة، وإنما كان يتعبد معهم، ولهذا قال كان من الجن. فلو كان من الملائكة لما قال كان من الجن، كان من العالم، من عالم الجن. وعالم الجن فيهم شياطين المردة، كل من تمرد عن طاعة الله من الجن فإنه شيطان، ورئيسهم إبليس هو رأس شياطين الجن. وهناك شياطين للإنس أيضا، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كان من الجن وهم عالم لا نراهم، ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاستتار، فهم عالم الجن، العالم الذين لا نراهم. إنه يراكم هو وقبيله، يعني الشيطان، من حيث لا ترونهم، ولذلك سموا بالجن. كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني عصى أمر ربه، لما قال الله للملائكة يسجدوا وكان إبليس معهم سجدوا وامتنع إبليس، فخرج عن أمر الله عز وجل، هذا هو الفسق، ففسق عن أمر ربه. ثم قال جل وعلا أفتتخذونه، هذا استفهام إنكار، هذا استفهام إنكار يخاطب به بني آدم، خاطب به بني آدم. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، تكونون من أولياء الشيطان، والواجب عليكم أن تكونوا من أولياء الرحمن، هذا استنكار من الله جل وعلا. أولياء من دوني وهم لكم عدو، تحبون أعداءكم وتوالون أعداءكم، هذا من العجائب وانتكاس الفطر. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، قد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم، إذا تمكنوا منكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هذه سريرة الكفار دائما وأبدا نحو المسلمين، فكيف تطمئنون إليهم؟ كيف توالونهم وهم يضمرون لكم العداوة؟ ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذه طبيعتهم، ما يمكن الكفار يتحولون عن هذا أبدا، مهما تصنعوا ومهما قالوا وقالوا فهم أعداء كفار. أفتتخذونه وذريته، دل على أن إبليس له ذرية كما أن آدم له ذرية. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الذي يستبدل ولاية الله جل وعلا بولاية الشيطان هذا بئس البديل، نسأل الله العافية، بئس للظالمين بدلا. نعم. وقال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. نعم. فتتخذونه وذريته أولياء من دون، ثم ذكر الشيخ هذه الآية ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله قد خسر خسرانا مبينا. في الآية التي قبلها التي ذكرها الشيخ بئس للظالمين بدلا، وفي هذه أنه قد خسر خسرانا مبينا، وهو يظن أنه يربح وأنه يكون دبلوماسي وأنه يصلح مع الناس وأنه لا يكون فيه
خشونة ولا فيه، يكون مندمج مع الناس يقولون، ويدخل مع الناس. هذه صفة المنافقين، هذه صفة المنافقين. نحن لا نقول اعتدوا على الكفار، اظلموا الكفار، لا، لا يجوز الظلم ولا الاعتداء، ولا نقول لا تتعاهدوا مع الكفار أو تصالحوا معهم أو أن تنتفعوا ب أو تبيعون وتشترون معهم في أمور الدنيا أو أن تحسنوا إلى من أحسن منهم إليكم، لا ينهاكم الله، لا نقول، نقول افعلوا هذا، لكن هذا كله ليس من الموالاة، وإنما هو من تبادل المصالح ومن المكافأة على الإحسان. والمؤمنون أوفياء، المؤمنون أوفياء بالعهود وبالتعامل الطيب، وهذه صفة المؤمنين، وليس هذا من الموالاة كما يظن بعض الجهال، هذا ليس من الموالاة، هذا من تبادل المصالح والمنافع، ولا يدخل في أمور الدين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول: ما حكم من أظهر بعض الأمور أمام العامة مدعيا أنها من الكرامات؟ فيه ضابط يا أخي، فيه ضابط ذكره الله. الكرامات لا تجري إلا على يد المؤمن التقي، فانظر إلى، لا تنظر إلى ما معه من الخارق، انظر إلى عمله، فإن كان عمله صالحا فإنما معه يعتبر كرامة من الله، وإن كان عمله سيئا فاعتبرها من خوارق الشيطان ليضله ويضل به. نعم، لا يغيب عنكم الضوابط هذه في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل كل من صار وليا وجرت على يده بإذن الله الخوارق هل يدخل الجنة كما في قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا؟ إذا مات على الإسلام، إذا مات على الإسلام دخل الجنة، أما إن مات على غير الإسلام، الإنسان ما هو معصوم، قد ينحرف قد يزيغ، إذا مات على غير الإسلام لا يكون من، يكون من أهل النار، العبرة بالخاتمة. ولكن الغالب أن من تولاه الله وصار من أولياء الله أن الله يحفظه وأن الله يختم له بالخير. نعم، ولا ما هم معصوم، الولي ما هم معصوم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل نحكم على من أراد من الناس، على من أظهر من الناس خوارق أمام العامة وجرت على يديه هذه الخوارق، هل نحكم بأنه من أولياء الله؟ وهل يجوز لنا أن نطلب منه الشفاء بإذن الله؟ أما أن نحكم عليه أنه من أولياء الله بمجرد الخارق، لا، حتى ننظر في أعماله، إن كانت أعماله صالحة وعقيدته سليمة فهذا من الكرامات. ولكن الولي الحقيقي لا يظهر هذا الشيء أمام الناس، بل يتواضع لله. الولي الحقيقي ما يستكبر بهذه الكرامة يعجب بها، بل إنه يستخفي بها غاية الاستخفاء ولا يظهرها أمام الناس، فإذا أظهرها فهو متهم. لكن انظر إلى عمله وما هو عليه، فإما أن يكون وليا لله وهذه كرامة، وإما أن يكون عدوا لله وهذه خارق شيطاني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: المبتلى بالتدخين ولكن لا يجاهر به أمام أحد من الناس، هل هو من أولياء الله؟ وهل يستمر في طلب العلم؟ كما ذكرنا لكم أن هناك من يجتمع فيه الولاية والعداوة، ففيه من الولاية لله بقدر ما فيه من الإيمان والعقيدة الصحيحة، وفيه من العداوة بقدر ما عنده من المخالفات. والدخان معصية، الدخان معصية، ينقص ولايته لله عز وجل إذا أصر عليه واستمر عليه، ينقص هذا. لكن ما نقول إنه عدو لله، نقول ناقص الولاية بقدر ما عنده من الذنب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تولى من أمتي من أحد إلا أعطي عقل 40 رجل من أعقالهم أو نحوه؟ يجيب المستند هذا، منين أخذ هذا الحديث، من أي كتاب، ومن خرجه، ومن، نعم، هناك حديث مكذوبة كثيرة، قد يروجها بعض الجهال أو يروجها أهل الضلال، يجب الحذر في مثل هذا. والعلماء والحفاظ
رحمهم الله لم يقصروا في حراسة السنة وبيان الدخيل والموضوع، بل إنهم وضعوا سياجا منيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزلوا عنها كل دخيل وكل موضوع ومكذوب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا ابتلي رجل بوالد مشعوذ مظهر للخوارق الشيطانية، فهل يعد من البراءة منه إفشاء سره في المحاضرات وإخبار الناس أنه مشعوذ، علما بأنه قام بنصحه ووعظه؟ على كل حال، الوالد كما سمعتم له حق على ولده بالبر والإحسان والإنفاق عليه، وأيضا من أوجب الواجبات على الولد مناصحة الوالد ودعوته إلى الله. هذا إبراهيم عليه السلام أول ما بدأ بأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي يا أبتي، فيناصح والده لعل الله أن يهديه. وإذا كان له أتباع معجبون به فيبين لهم ويحذرهم من ذلك، من هذا المشعوذ، ويبين للناس أنه مضلل وأنه من أولياء الشيطان ما دام على هذه الطريقة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، هل في قوله تعالى والذين آمنوا يستفاد منه أن على المرء أن يلزم جماعة المسلمين ويواليهم ويترك ما خالفهم؟ هذا هو نص الآية، هذا هو نص الآية، أنه يكون مع المؤمنين ومع جماعة المؤمنين ولا يخالفهم، بل يحبهم ويأنس بهم، يحبهم ويأنس بهم ويكون معهم، هذا نص الآية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو السبب في أن البعض يتعوذ من الشيطان عند القراءة ومع هذا يشعر بتشويش الشيطان له ووسواسه عليه؟ لأنه تعوذ بلسانه فقط ولم يستحضر معنى الاستعاذة بقلبه، وله بالمقصود الألفاظ فقط، مقصود حضور القلب عند الاستعاذة وأن يعرف معنى الاستعاذة ويعتقده حتى يستفيد من الاستعاذة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الذين يفسرون الأحلام يذكرون أحيانا من الحقائق المتعلقة بالشخص صاحب الرؤية أو بمن حوله، مثل اسم أمه أو صديقه أو نوع سيارته ونحوها، فهل هذا من باب الكرامة أم أنه نوع من الشعوذة؟ هذا شعوذة، هذا ليس مفسرا للأحلام، هذا مشعوذ ويستعين بالشياطين، هم الذين يخبرون بهذه الأشياء تحت ستارة تفسير الأحلام، فليحذر من هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل عاق لوالديه قاطع لرحمه، فهل له من ولاء وهل يقاطعه إخوانه لعقوقه ذلك؟ هذا يعتبر من العصاة، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فإن كان في مقاطعته وهجره زجر له ليترك هذا الشيء فإنه يقاطع من باب التأديب، أما إذا كان مقاطعته لا تزيده إلا شرا فإنه لا يقاطع، وتواصل معه النصيحة لعل الله أن يهديه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى في الكفار تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وبين قوله تعالى بعضهم أولياء بعض؟ نعم، هذا في القلوب، قلوبهم مجتمعة على الباطل ولكن لا يجتمعون على نصرة بعضهم لبعض، فهم وإن كانوا مجتمعين على الباطل متفقين عليه إلا أن كل واحد له مطمع له غاية ليست للآخر، فيتفرقون حسب مطامعهم حسب شهواتهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل كتاب الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام هو نفسه كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ لا أدري، لعله يكون مختصر منه أو كتاب آخر، الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة تثبت. نعم. والشيخ كما تعلمون يكتب كثيرا، يكتب رسائل وفتاوى ومؤلفات كثيرة متواصلة، ربما
يكون هذا اختصار لهذا أو جواب عن سؤال كتبه. نعم. الفرقان بين الحق والباطل في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن هو في الصفات مسألة كلام الله، إذن يقصد في هذه المسألة في مسألة الصفات. نعم. والذي معنا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في الخوارق والكرامات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الأكل مع الكفار يكون من الولاء لهم؟ إذا أكلت معهم رغبة فيهم ومحبة لهم يكون من الولاء لهم، أما إذا أكلت معهم من أجل تناول الوجبة فقط وأنت تبغضهم ولا تحبهم فلا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل جاء نص صريح في القرآن في تحريم التشبه بالكافرين؟ لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، هذا نص، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، هذا نص. وفي قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، هذا فيه النهي عن التشبه بالكفار في شبهات الشهوات وشبهات العقيدة. والآيات كثيرة، الآيات كثيرة تنهى عن مشابهة الكفار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما الفرق بين التولي والموالاة؟ تولي الموالاة يظهر لأنها المحبة في القلب، وأما التولي فيكون بالعمل مثل المناصرة والمدافعة عنهم، تولي يظهر لأنه في العمل، والموالاة المحبة في القلب. نعم، يجتمعان، يجتمع التولي والموالاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو الضابط في إظهار الدين في بلاد الكفر كي لا يكون البقاء هنالك من موالاة الكفار؟ الضابط أن يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويظهر دينه، ما هو إظهار الدين أنك تصلي وتصوم فقط، بل أنك تبين بطلان ما هم عليه وحقية الإسلام وتدعو إلى الله، هذا هو إظهار الدين كما بينه المشايخ في رسائلهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما رأيكم في كتاب آيات الرحمن في جهاد الأفغان، وهل ما ذكر فيه من الكرامات التي وقعت لهم حقيقة؟ الله أعلم، أنا ما شفت الكتاب ولا أدري، ولا أدري من اللي مألفه أيضا، ولا أدري ما هي هذه الآيات، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل من يقرأ في الصحف والمجلات في الكلام على النجوم والأبراج يعتبر آثم؟ وهل يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ إذا قرأها قصدا وتأثر بما فيها وصدق ما فيها يصدق عليه الحديث، أما إذا قرأ من باب الاطلاع فقط فهذا لا يشمله الحديث، لأنه ينكر ما فيها ولا يصدقه، لكن هو آثم إذا لم ينكر هذه الأشياء ويناصح الصحفيين ورؤساء التحرير، يناصحهم أن يتركوا هذا، أما أنه يقرأها ويسكت فهذا لا يجوز له، لأنه لا يغير المنكر، لا يغير المنكر، وهو يقدر على ذلك بأن يبين لرؤساء الصحف ومحرريها أن هذا لا يجوز، أو إذا لم يقبلوا يكتب للمسؤولين ليأخذوا على أيدي هؤلاء، المهم أنه ما يسعه أنه يقرأها ويسكت، أما إذا قرأها مصدقا بما فيها فهذا لا شك أنه يشمل حديث من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عما يقول فصدقه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: بعض من يبين من هم اليهود والنصارى يقول: اليهود هم أتباع موسى عليه السلام، والنصارى هم أتباع عيسى عليه السلام، فهل هذا التعريف صحيح؟ هذا في الأصل، نعم، هم في الأصل اليهود أتباع موسى في الأصل، والنصارى أتباع عيسى في الأصل، لكنهم فيما بعد حرفوا وبدلوا وغيروا وأدخلوا في الديانتين من الكفريات والشركيات الشيء الكثير،
ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم نسخت التوراة والإنجيل، ولم يبقى إلا القرآن وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل تنصح طالب العلم المبتدئ بقراءة هذا الكتاب، كتاب الفرقان، أو أنه أكبر من مستواه؟ يحضر الدروس فيه ويستفيد إن شاء الله، يستفيد إن شاء الله ويستفيد من قراءته أيضا، وما أشكل عليه يسأل عنه. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى.